ثم إذا أردت محبة الله فأتبع ذلك بالنوافل. قال صلى الله عليه وسلم: قال ربنا جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الصلاة الصلاة، إذا أديت الفرائض فأتبعها بالنوافل تكن من أحباب الله جل وعلا. ألا يكفيك فخرا وشرفا أن الله جل وعلا إذا أحبك نادى في الملأ الأعلى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل عليه السلام. الله أكبر. وينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض.